السلام عليكم. اليوم نشوف قضية الصحة في العالم و يعني الترتيب تاع الجزائر بين دول العالم في ما يخص النظام الصحي أو المنظومة الصحية، وسوف نقارنها بالجارة الغربية لأنها صدعتنا بالكلام تاعها بالزوخ ديالها، وخاصة أنا في القناة ديالي سكنوا لي في القناة، إذن لابد علي أن نواجبهم، ماشي بالكلام الفارغ والسب والشتم وكذا، نواجبهم بالدليل بالحجة والحجة الدامغة. وهذا ترتيب يعني تقرير من منظمة عالمية مقرها في أمريكا وعندها تختص بكل المواضيع نتاع التنمية بصفة عامة، وعندها هذه المعلومات اللي تدخل في التقارير هذه هي معلومات ميزاجور، يعني فيها تحيين المعلومات هذه يوميا بطريقة يومية بطريقة تلقائية، كل المعلومات تضخ في هذه التقارير لكي يتم تحيينها يوميا، أؤكد على هذا، يعني بتقارير يومية تأتيها كل يوم من كل دول العالم، وعندها أكثر من 200 مختص يعني ديزيكسبير اللي يتعاملوا مع المنظمة هذه من كل دول العالم، يعني يتعاملوا معها ويمولوها بالمعلومات والتقارير من كل دول العالم. إذن نتطرق إلى موضوع هام واللي هو موضوع الصحة. إذن وفيه زوج معايير اللي هامة جدا واللي تقدر بها نقيم الموقع أو الترتيب تاع الجزائر من ناحية الصحة، من يعني بالنسبة للدول الأخرى. إذن العامل الأول هو عدد الأطباء لكل 1000 نسمة. إذن سوف نقارن الجزائر في عدد الأطباء لكل ألف نسمة، وكذلك العامل الثاني هو عدد الأسرة لكل 1000 نسمة، يعني عدد الأسرة لكل 1000 نسمة، وسوف نشاهد هذا الترتيبين في هذا الفيديو، وسوف نقارنهما كما قلنا بالجارة الغربية المملكة المغرب الأقصى. إذن نشوف نروح للعامل الأول واللي هو إذن عدد الأسرة أو عدد الأطباء لكل 1000 نسمة بما يسمى لا دونسيتي ميديكال. هذه هي لا دونسيتي ميديكال. دوك نشوفوا. إذن هذا هو الترتيب نتاع الدول العالم لي عدد كما هنا نشوفوا دونسيتي ميديكال سي لو نومبر دو ميدسان بار ميل ابيتون. إذن سوف نشاهد، وهنا عندنا كل دول العالم يعني حوالي 160 دولة أو أكثر، 197 دولة، 197 دولة. وهنا نشوفوا العدد نتاع الأطباء لكل 1000 نسمة. نشوفوا باللي في المرتبة الأولى هي كوبا اللي عندها 8.3 أطباء لكل 1000 نسمة. ويعني يعني في الدول الأولى هذه الأغلبية تاع الدول الأولى هذه اللي جاية في المرتبة الأولى هي دولة ذات كثافة سكانية ضعيفة في أغلبها، لأن ما يجعل توفير الأطباء يكون يعني نوعا ما سهل. نشوفوا أن الترتيب تاع الجزائر يعني في المرتبة 96، في المرتبة 96، وهي في المرتبة الأولى في إفريقيا، يعني من كل دول إفريقيا
تأتي الجزائر في المرتبة الأولى بتقريب 2 أطباء لكل 1000 نسمة، يعني 1.8. ثم تأتي في المرتبة الثانية نشوفها في إفريقيا تونس ب1.3. إذن الجزائر هي في المرتبة الأولى من حيث العدد الأطباء لكل 1000 نسمة. ثم تأتي في المرتبة إذن الثالثة هي جنوب إفريقيا، هنا في المرتبة الثالثة في إفريقيا بتقريب 1 طبيب لكل ألف نسمة. ونشوف ثم نلقى مملكة برغواطة الشريفة مع الدول المتخلفة هنا في ناميبيا وطونغا وسانت لوسي هادو واليمن وبوتسوانا في المراتب المتأخرة ب0.7 أو 0.73 طبيب لكل 1000 نسمة. إذن هذا هو الترتيب نتاع مملكة 13 قرن هنا وترتيب الجزائر، يعني الضعف، يعني عدد الأطباء اللي في الجزائر بالنسبة لعدد السكان هو ضعف نتاع العدد اللي موجود في الجارة الغربية. الآن نعود للمعيار الثاني وهو عدد الأسرة لكل 1000 نسمة. عدد الأسرة لكل 1000 نسمة سوف نشاهد هنا population lit d'hôpitaux par habitant، وهنا جينا الترتيب. إذن هذا هو لو لي دوبيتو، عدد الأسرة تاع المستشفيات لكل 1000 نسمة. هنا نشوف أن كي نفس يعني نفس التفكير، يعني بالنسبة للمعيار الأول أنه كثير من الدول اللي جاية في مقدمة الترتيب هي دول ذات كثافة سكانية تعتبر قليلة مقارنة بالجزائر اللي عندها تقريبا 50 مليون نسمة. هنا في بعض الدول المتقدمة كألمانيا و يعني وخاصة دول الشرق تاع الشرق تاع الاتحاد السوفيتي يعني قديما، كل هذه الدول عندها سياسة صحية تعتبر جيدة مقارنة بالدول الرأسمالية الغربية. فإذا نجد هنا سلوفاكيا ومولدافيا وكازاخستان ورومانيا ومجر، كل هذه الدول تشيك، هذه كلها دول كانت عندها سياسة اشتراكية إذن تابعة يعني جيدة في ناحية الحماية الصحية. نجد أن الدولة الأولى هنا في عدد الأسرة هي دولة الجابون في إفريقيا ب6 أطباء لكل 1000 نسمة، هي في المرتبة الأولى، يعني الجابون إفريقيا. ونعلم أن الجابون فيها حوالي 2 أو 3 ملايين نسمة، مش 50 نسمة، 50 مليون نسمة. إذن وهذه يعني النتائج هي راجعة للسياسة تاع الدولة فيما يخص الصحة، هذا أمر مهم جدا. فنجد في المرتبة الثانية هي إفريقيا الجنوبية ب2.3 سرير لكل 1000 نسمة. وفي المرتبة الثالثة
تونس، يعني 2.2 سرير لكل 1000 نسمة. ثم تأتي في المرتبة الرابعة كاب فير، والمرتبة الخامسة زومبيا، ثم تأتي الجزائر في المرتبة السادسة ب 1.9 سرير لكل 1000 نسمة. إذن الجزائر في المرتبة التاسعة لكل كما قلنا لكل 1000 نسمة. ثم نشاهد، نبحث عن مملكة برغواطة الشريفة، نجدها في ذيل الترتيب مع بقية الدول الفقيرة المتخلفة. إذن المغرب هنا الأقصى بواحد سرير لكل 1000 نسمة. إذن الجزائر عندها 1.9، يعني تقريبا 2 سرير، وهذه الجارة الغربية عندها 1 سرير، يسمى عندنا 2 مرات ضعف عدد الأسرة فيما يخص يعني لكل 1000 نسمة. وكذلك عندنا ضعف عدد الأطباء لكل 1000 نسمة. إذن هذا هو ترتيب نتاع الجزائر في العالم وفي إفريقيا، ومقارنة بالدولة التي تصدعتنا بال يعني التعليقات نتاعها الخاوية. إذا هذا هو التقرير هذا، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.